صحيح، لكن خاصة أمامكم ياسين حروج حكم صورة نادرة حتى عالميا. تبعوا مليح شنو اللي باش يصير، ردود فعل اللاعبين وردة فعل ياسين حروج اللي وقف اللعب بعد التهجم عليه سبان كلام زايد وتحامل. خلينا نقولوا ياسين حروج يتأثر، ياسين حروج يبكي، حكم اللي نشوفه يمكن جانب آخر، جانب إنساني للحكم، مش لومونوار كما يقولوا الرجل بالأسود.